لن أسعد الله أوقاتكم. يجب أن كلهم يستحقوا الاحترام على إنجاز أنهم وصلوا النفق الوطني على الأقل للقسم الثاني في انتظار تحقيق المبتغى الأكبر ألا وهو الصعود إلى القسم الوطني الأول. حسنا المباشر كما تقال. إذا كيف ما تشاهدوا معنا متابعين الفاضل متابعين قناة شبكة الفاخرة، مرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا الآن. إذا الأجواء فرح ديال الهستيريا كيف ما كتلاحظوا معنا داخل ملعب البلدي ديال مدينة قنيطرة كيف ما كتشاهدوا الآن بعد انتهاء المباراة الجولة 30. إذا مبروك للجمهور القنيطري والنادي القنيطري نادي كيف ما كتلاحظوا معنا، تحياتي مبروك عليكم وألف مبروك. إذا دائما معكم كيف ما كتشاهدوا إذا تحياتي إذا دائما معكم من قلب ملعب بلدية القنيطرة كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شرطي في قناه الشعب من قلب ملعب اجواء حماسيه وفرح بعد انتهاء المباراه جوله 30 من كيف ما كتشاهدوا. اذا اخذ صور تذكاريه اذا في هذه اللحظات كيف ما كتشاهدوا اخذ صور تذكاريه عائلات كبير صغير هبط الملعب داخل الملعب. أنا فرحان كل شيء كيف ما كتشاهدوا الجمهور حماس شعارات ديال النادي القنيطري كل حاضر قوة في هذه اللحظات. إذا كل شيء مباشرة عندي جنة كنتمنى من جميع المتابعين انكم تبارتاجيو. تبارك الله عليك يا سعد، هذا حارس مرمى سعد تبارك الله عليه، تحية ليه، حارس مرمى ديال النادي القنيطري،
لان كيف ما كتلاحظوا معنا على صح ولا حفل الذي يدخل الى الحكم الاول تحكيم للولاد على محمد بنتومي. اذن شو هي؟ اخر حارس من نادي القنيطري تحت تصفيقات الجمهور. يعني كيف ما كتلاحظوا معي احنا كنحاولوا ان نقربكم الصوره وتشوفوا الاجواء في هذا الملعب داخل الملعب البلدي ديال مدينه القنيطره كيف ما كتلاحظوا. حمام هذا انا دائما معكم كيف ما كتشاهدوا. هذا انا اكرم الزوب هشام العلوي مع الام ديالو مع العائله ديالو كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل. الله اكبر عبد الشمس، 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 الله اكبر عبد الشمس،
عندنا كيف المكان سادو معنا يسمنا الوي ما دمنا العائلة ديالو كبيرة وصغيرة أم ديالو هادو معايا حاجة مزيانة لقيت نشوفها هي واحد توفيق توفيق جنات جنات توفيق ديما حلالة الله يخليك الله يخليك ما عباد الله الله يخليك الله يحفظك شكرا السلام عليكم تحياتي لك وتبارك الله عليك وعيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير بهذه المناسبة كنقول لك عيد ميلاد سعيد تحياتي شي كلمة شي كلمة والله شي كلمة قبل يشوفوا شي كلمة اليوم ان شاء الله كانت مباراة احتفالية بمناسبة صعود فريق النادي القنيطري ونهاية الموسم فاليوم الاحتفاليه ما شناهاش في الملعب شناها في المدرجات فشكرا للجماهير القنيطريه شكرا للمساند الرسمي والمساند او اللاعب رقم واحد هنايا في الملعب البلدي اللي هو جمهور حلال بوز شكرا لكافه الجماهير القنيطريه على الدعم والمسانده كانوا رائعين ممتعين مبدعين تحيه لهم من هذا المنبر ديال شوف تي في قناه الشعب تحيه لولاد الشعب شكرا لك ابو عمر شكرا ومره اخرى كنقول لك عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بخير شكرا سي سعيد صراحه هذا اليوم كيصادف او امس كان كيصادف عيد ميلاد ديالك ان شاء الله طول العمر كانت اكبر هديه وهو صعود نادي القنيطري الى القسم الوطني الاحترافي الثاني ومجال ان شاء الله غادي نخدموا غادي نجدوا ان شاء الله باش ان شاء الله الفريق هذا الجمهور هذا بكل صراحه كيستحق فريق القسم الوطني الاول فريق اللي كيلعب على البطولات الافريقيه ماشي غير على البطوله المحليه انت كتكلم وكيغرقلو الدموع ديالك بعينك اكيد 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 لان ما نكذبش عليك سعد ان كان موسم شاق وشاق جدا باش تشوف دوك لي ديبلاسمون اللي كتجي من الاسا وتمشي لوجده راه ربما كتشوف المسافات كذا جوج ديال السفريات الطويله والحمد لله جاب الله فيهم سته ديال النقاط اللي هما اللي عطاونا الصعود الى القسم الوطني الثاني ان شاء الله نشوفهم القسم الاول ان شاء الله باذن الله وتوزع المكانه ديالها النادي القنيطري في حضور قناتكم كما قلت لك قناه الشعب ان شاء الله اللي غادي تكون دائما معنا ومساندانا كالعاده شكرا لك مره اخرى اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين افاضل متابعين قناه شوف تي في قناه الشعب في هذا داخل ملعب كيف ما كتشاهدوا معنا هذا عرس كروي بمعنى كلمه جميع المقاييس كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تي في اذا هنيئا النادي القنيطري صراحه النادي القنيطري هذا ماشي مجمل بل يستحق الكثير لا بالجمهور ديالو ولا بال صراحة مرحبا فمشاهد القناة شوف تي في صراحة النادي القنيطري كيستحق الكثير والكثير فمعنا أحد المشجعين ديال هذا النادي مرحبا بك شوف نعم جاي بروميير ثيري شوف حقنا الصعود باش ما كان ان شاء الله ان شاء الله ديما حلالة خي شحال غير حلالة مقالب فوق وديما حلالة ان شاء الله تحية ليك تحية ليك بلا سمحية الشبكة
دائما معكم اجل، اذا دائما معكم نعم دفع. نعم. وما ننساش خوتنا فلسطين، الله يدير لهم شي تشهد الخير، خوتنا فلسطين تحيه ليك. اذا غادي نحاول ناخذ كلمه ديال الشباب اللي كيتواجد داخل هذا الملعب كيف ما كيشاهدوا معنا دائما ناخذوا الملعب داخل هذا الملعب كلمه للشباب اللي كيتواجد. مرحبا، شي كلمه بهذه المناسبه؟ حنايا فرحانين، فرحانين ديال الكاس، حنا خويتين من كلوبيات زين، عندنا واعر والدرار عنده اجازه، وهذا العام ان شاء الله غياخذ اجازه ان شاء الله ثانية بعين النفس. هذه الشيء الاولى في القانون، وكنطالبوا من الحكومه دير له شي حاجه ان شاء الله. راه باغي يخدم، راه روحك ان شاء الله. اذا دائما فاني نادي القنيطري كيف ما كتشاهدوا اجواء رائعه واجواء حماسيه داخل الملعب، دائما معكم عبر مباشر من قناتكم قناه شفت في قناه الشاب داخل الملعب. اذا معنا احد الشباب اللي كيتواجد هنايا بالملعب. مرحبا بك. السلام عليكم. كانت مباراه مزيانه الحمد لله، ربحنا هذه المباراه الحمد لله، والصعود حتى هو، وتنبغي نشكروا جميع الجماهير اللي ساعدونا حتى طلعنا دوزيام سيري، والحمد لله تكون عندنا نجاح ان شاء الله في دوزيام سيري. شكرا ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اذا تحيه لي مباشر مباشر. إذن دائما معكم عبر المباشر متابعين، تحية لرجال الأمن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفراد الفقرة على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها، تحية للشباب والمجموعة أيضا اللي كيتجنبوا الآباء ديالهم اللي كيحضروا معنا داخل هذا الملعب البلدي مدينة القنيطرة كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفراد متابعين قناة شفت في قناة الشعب كيف ما كتشاهدوا أجواء رائعة وأجواء حماسية صراحة كيف ما قلت في السابق. فالنادي القنيطري كيستحق كثير كثير والكثير. اذا دائما معكم، دائما معكم، اذا مبروك لكم وهنيئا هنيئا هنيئا النادي القنيطري، النادي القنيطري نادي كاس اول كاس معنا. اذا مع الاسف ان الشبكه كت اذا كيف ما كتشاهدوا معنا اجواء غادي نبدلو مراد مراد جي ميكرو عافاك جي ميكرو سربا نحاول ناخذ كلمه ديال الحضور اللي كيحضر هنايا في هذا الحدث. السلام عليكم لاله، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شي كلمه بعد المناسبه للنادي القنيطري؟ شي كلمه بعد المناسبه؟ ماتش زوين و احنا فرحانين حيت متواجدين في التيران وسط التيران وسط اللعابه. الله يكمل عليهم. امين يا رب العالمين. شكرا لك. اذا دائما معكم كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين ومتابعة قناة شوف تيفي. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا كيف ما كتشاهدوا أجواء رائعة. مرة أخرى غادي ناخذوا كلمة ديال الشباب كيف. السلام عليكم. كانت مباراة مزيانة الحمد لله، لعبنا بشكل جيد، ربحنا هذه المباراة الحمد لله،
وتنبغيو نقولوا راه عندنا حضور ان شاء الله في الدوزيام سيري وبهذه الجماهير راه غنوصلوا دائما الفوق فوق. وشكرا بزاف. شكرا ان شاء الله. شكرا لكم. واحد الحاجه نعم وبسلامه صاحب الهوات بسلامه. بسلامه وحشوكم وكنبغيو نشكروا دومو الحمد لله حشو اللي وصلنا لهذه البلاصه الحمد لله. شكرا 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 لك. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين نحاول ناخذ كلمات وتصريحات من داخل الملعب على القنيطري كيف ما كتلاحظوا. إذا مجموعة ديال كلمات مبروك وألف مبروك. الله يحفظك الله يحفظك كريمة بعد المناسبة. ما سمعتش كريمة ما سمعتش. أخويا الحمد لله صعود تأتى لنا بعد ثلاث سنوات تعذبنا فيها بزاف حنا كجماهير وكإعلاميين ديال المدينة. وكنشكروا السيد الرئيس ومكتب المسير على جهود وعلى اللي قاموا به. وكنشكر وتحية للسير حيحو والدراري الزوينين هادو اللاعبين ديال فريق نادي القنيطري لاعبين ولاد الناس. الله يحفظك الله يكبر بك السي امين. الله يحفظك. سقتي فيا انايا بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا على هذا الجمهور ديال نادي القنيطري بعد الدوره الاخيره كتنتظر بان نوجهوا للجماهير شويه الفرحه ندخلوا الفرحه للمدينه وحنا فرحانين بصعود نادي القنيطري وتنتمناو ان شاء الله العام الجاي نديروا الكلمه ديالنا ان شاء الله في الدوزيام ديفيزيون نطلعوا ان شاء الله للقسم الوطني الاول. شكرا لك. مره اخرى كلمه. كنشكر الجمهور الكبير اللي استحق مكانه اكثر من هذه ان شاء الله. حنا درنا ان شاء الله بعد المرحله الاولى ديال الدوزيام سيري ان شاء الله نتمناو العام الجاي بريمير سيري حيت الجمهور كيستحق اكثر من هذا المكان اللي فيه هو. والله العظيم. شكرا لك. اذا مره اخرى معنا احد ايمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بلي جميع الجماهير كانوا في السنه هذا النهار هذا الحمد لله حقنا واحد المنتخب ديال واحد العام في راس الموسم ديال العمل. هذا شرف كبير اننا كنلعبوا في هذا النادي هذا. كنشكر جميع الجماهير اللي ساندتنا من الاول حتى الاخير وان شاء الله هذه تكون الخطوه الجايه ان شاء الله اللي هي بريمير سيري ان شاء الله. شكرا حلاله بويز. شكرا. اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين افاضل متابعين قناه سيتو. اذا معنا احد الشباب اليوم اللي كيتواجدوا في هذا الملعب داخل ملعب نادي القنيطري كيف ما كتلاحظوا كيف ما. اذا معنا احد الشباب مرحبا بكم. مرحبا بكم. الحمد لله طلعنا القسم الثاني وطلعوا فرحانين كاع الناس القنيطره كانوا تيتسناو هذا الماتش هذا. نعم. وان شاء الله نمشيو للبروميير سيري ان شاء الله نمشيو للالقاب وترجع لكاس العالم ان شاء الله. وصلوا اصبي. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شفتوا قناه الشعب. اذا دائما معكم في الاجواء الرائعه. السلام عليكم. ما هجاش معك اليوم هجا مع الوالده ديالك الله يخليها لك. تحيه لك اولا تبارك الله عليك وتحيه لك تحيه كبيره. السلام عليكم. كنشكركم بزاف وكنشكر هذا الجمهور العريق. انا ماشي قنيطريه وليت قنيطريه طبعا. والابن ديالك داخل الملعب. نعم الشعور ديالك الحمد لله وابن ديالك كيلعب. شنو هي لا شي عاود. نعم الشعور ديالك انت ابنك ديالك كيلعب كيكون كيلعب. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي الرياضية. إذا نعم الحمد لله والشكر لله. كنفتخر بولدي بزاف. هذه الشركة ديال الفرحة هذه من طبيعة الحال. طبيعة الحال طبيعة الحال. مبروك بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله على كل حال. بارك الله فيك. شكرا شكرا. وكنشكر ولدي بزاف بزاف وأنا مفتخرة به وكنتمنى ليه كثر وكثر لا هو ولجميع اللاعبين اللاعبين كاملين والجمهور. وشكرا شكرا لك لاله تبارك الله عليك. اليوم كنشوفوا حتى الاخ ديالو الصغير مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. بزاف اخويا كنتمنى لخويا التوفيق ان شاء الله ونشوفوا في بريمير سيري ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. دابا غادي نمشيو عند الاسد. دابا عند الاسد مرحبا. السلام عليكم. كنبغي نهني الساكنين في مدينه القنيطره كبير وصغير. كنبغي نهدي لهم هذه الفرحه. والصراحه هذا الفريق هذا كبير على القسم الوطني الثاني بلاصتو القسم الوطني الاول. جمهور كيستحق الافضل
وكنتمنى تكون هذه غير البدايه والفريق يرجع الالقاب كما كان شحال هذه ويولي معنا ان شاء الله ان شاء الله. وكنبغي نعاود نهنيهم مره واحده اخرى وكنبغي نقول لهم غير صبروا على هذه الفرقه هذه ان شاء الله راه راجعه بقوه. شكرا لك تبارك الله عليكم. اذا تفضل مرحبا. تنهنى نادي القنيطره اللي هو المدينه ديالي بالتاهل ديالها للدوزيام سيري، وكنهدي الصديق ديالي مدينه بولي من القنيطره لتركيا مدينه بولي. بارك الله فيكم بارك الله فيكم نمنعكم. اذا الدراري صغار اذا متابعين افادي كيف ما كنشاهدوا معنا هذه الاجواء وهذه الاجواء الحماسيه وهذه الروعه من داخل الملعب قنيطري من داخل الاجواء. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا ما بقى الا كلكم دمتم في رعايه الله. واحد اخر كلمه غادي نقدم عند الشباب. تبارك الله عليكم. كنشكروا منصه تشوف تيفي على حضور ديالها في هذا الحفل هذا. كيف ما كتشوفوا معنا هذا الحفل اللي داروا الجمهور اللاعبين ديالنا ديال نادي القنيطري لانهم حققوا هذا الانجاز التاريخي الرائع الصعود ديال القسم الوطني الثاني وان شاء الله لما لا القسم الاول. كنشكركم بزاف وتبارك الله الجمهور هذا كان خصو القسم الاول وديما صلوا اشبي. الكود ديالنا جي اف دبليو في 9. تبارك الله عليكم تحيه لكم. اذا متابعينا الافاضل من قائلنا لكم دمتم في رعايه الله وحفظه في هذا العرس الكروي ديال النادي القنيطري. كيف ما كتشاهدوا معنا ومره اخرى كنقول تحيه لرجال الامن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل اللي تبارك الله عليهم على المجهودات الجباره. وقائلنا لكم شكرا لكم وشكرا لكل اللي مساهم في هذا العرس الكروي. شكرا ايضا للمتابعين الافاضل متابعين قناه شوفتي قناه الشاب. نتلاقاو بث اخر ان شاء الله.